الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقدوتنا وشفيعنا في عرصات يوم الدين محمد بن عبد الله عبده ورسوله، صلوات البر الرحيم على النبي الأمي الأمين وعلى إخواني في الدعوة النبيين والمرسلين، ورضي الله عن الموحدين من آدم إلى آخر من يتلفظ بالشهادتين موقنا بهما قلبه إلى يوم الدين. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى واعتدى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا يا رب من الفائزين. آمين يا رب، آمين يا رب، آمين يا رب. أما بعد، فيا معاشر إخواني في الله، وأنا بين أظهركم هنا في شمال فرنسا، أتساءل عن الوجوه الوضيئة التي تملأ جوانح بيت الله بيت الإيمان، وأنثر على مسامعكم هذا السؤال أستفز عقولكم، فأقول لكم: ما السر وراء تواجدي أنا هنا؟ جئت من المغرب، جئت من الجزائر، جئت من بلاد عربية شتى، أجئت لهدف ومقصود أم جئت هكذا ضربة لازم؟ الله تعالى في كل حركة في الكون إلا وله فيها حكمة. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، علمه من علمه وجهله من جاهله. فالأولى بالإنسان المسلم أن يكون عاقلا، فتصرفات العقلاء مصانعة عن العبث، وأعقل الخلق هم أمة محمد صلوا على الحبيب. أجيبوني بربكم، ما سر تواجدكم اليوم؟ ومن المقاصد التي تتوخون تحقيقها في هذه الأرض؟ سأجمل إن شاء الله المقاصد في خمس حتى أيسر لأخي المترجم ليتناولها بالطريقة التي يراها مناسبة. أما المقصد الأول فهو مقصدي أنا ومقصدك أنت ومقصد كل مخلوق في هذا الكون. آمن بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا دون النظر إلى هجرات المهاجرين. فأول واجب وأول فرض ينبغي للمسلم الفرض أن يقوم بتحقيقه على وجه كامل، وهو أن ينجي نفسه من النار، وأن يجعل هذه الدنيا مزرعة يزرع فيها ليحصد يوم القيامة، فهو من أبناء الآخرة ليس من أبناء الدنيا. إياكم يا أبناءنا في أرض المهجر، في بلاد الغرب، في بلاد طغت عليها المادة، في بلاد نمت فيها الآثرة، أن تذهب بكم الدنيا بعيدا وتنسيكم مهمتكم التي من أجلها خلقكم الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا الله، نجي نفسك من النار. لو بيت بريمورديال، أولوية
عملية الأولويات بالنسبة للفرد المسلم أن يعمل على أن ينجي نفسه من النار. اسمعوا إلى قول الحبيب، صلوا على حبيبي ونور قلبي، يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض، عاش كل لذائذ الحياة لكن عاش كما يعيش الكافر. الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام ولكن النار مثوى لهم. اسمعوا، هذا الذي تلذذ في الأسواق من ملذات الطعام وشهوات الفرج نسي ربه فأنساه نفسه، أكلته دوامة الدنيا، صارت تطحنه طحنا كما أرى المسلمين في بلاد الغرب لا ييممون وجوههم شطر رب واحد ولا يدربون وجههم للحي القيوم. يؤتى بأنعم أهل الأرض لكنه عاش غافلا عن الله، كاسي القلب، ما عرف لله حقا ولا لعباده واجبا. فيقول الله لملائكته الزبانية قبل أن أحدث عبيدي هذا، أغمسوه غمسة واحدة في النار لأنه نساني. بدل أن تذكره نعم الله التي أغرقه فيها من رأسه إلى أخمص قدميه، شغل بالنعمة عن المنعم فأنسته النعم عن المنعم. أنساه قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، أنساه ذلك قبل أن أحدث هذا العبد. أغمسوه غمسة في النار فيغمس غمسة في النار فيخرج وقد امتحش وجهه واسود فصار فحما. فيقول الله له عبدي كيف وجدت الدنيا؟ هل رأيت فيها من لذائذ ونعم قط؟ قال ربي وعزتك وجلالك ما رأيت نعمة في الدنيا قط، فكانت غمسة واحدة في النار كافية بأن تنسيه 70 عاما عاشها متلذذا. الله، ماذا ربحت إذا خسرت الآخرة؟ ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ربي ولا أشرك به أحدا. فيؤتى بالعبد الذي عاش البأساء والحزن في الله، ولنبلونكم بشيء من سبحان الله الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، كل ذلك كان في الله، لكنه صبر وعلم أن الدنيا امتحان. يبتلي الله العبد بالغنى ليبلوه أيشكر أم يكفر، ويبتليه بالفقر ليراه أيصبر أم يضجر. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، كلا إنه ابتلاء لك بالفقر أتصبر وابتلاء لك بالنعمة أتشكر. فيقول الله لهذا العبيد الصالح الصابر على بلاء الله لا، قبل أن أحدث عبيدي أغمسوه غمسة واحدة في الجنة. الله، فيغمس غمسة واحدة في الجنة فيخرج وجهه كأن الشمس تجري في محياه. واقرأوا إن شئتم قوله تعالى كلا إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم
عيني يشرب بها المقربون. فيقول الله لا عشت بأساء أو ضراء في الدنيا قط؟ قال ربي وعزتك وجلالك لم أر في الدنيا بأساء قط. فكانت غمسة واحدة في الدنيا في الجنة كافية بأن تنسيه كل البلايا والرزايا التي تناوشته من كل جانب. إياك أن تنسى أن هدفك الجنة فوز بها، النار النجاة منها. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا هدفي وهدفك، إياك أن تنسى ذلك. لماذا؟ لأن القلوب محط الإيمان التي بها يسعد الإنسان أو يشقى، تتقلب كثيرا. فالقلوب بيد الله، وتتأثر بالبيئة التي تعيش فيها. وبيئة الغرب بيئة مادية، إن لم توجد مؤسسات تذكره بالله قد ينسى، قد تطحنه. وإذا رحت تبحث عنه بعد هليها وجدته قد ابتعد بعيدا، قد ضل ضلالا مبينا، أي بعيدا، ابتعد كثيرا. الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أتخاف على قلبك أم أنك تخاف على جيبك؟ يا أخي، يا أبناء هؤلاء وأنت في الغرب، أمن أولوياتك الخوف على قلبك أم الخوف على رصيدك في البنك؟ قل لي بربك، من الذي يحركك؟ قلبك المليء بذكر ربك المراقب له، الذي يعمل بعوامره ويبتعد عن نواهيه، أم تعتبر بأمر الدولار والأورو؟ صيلة كثيرة تأتيني من أبناء الخارج، أطلقها لأتزوج الأخرى من أجل الأوراق. الله، ربا لشراء المساكن، ودرهم ربا أشد عند الله من 36 حوبة، أدناه أن يزني الرجل بأمه في صحن الكعبة. الله، يا ربي يا ربي، سلم سلم يا رب، يا رب سلم سلم. أتقاد من قلبك أم من جيبك؟ أتقاد من دين ارتضاه الله لك وفضلك به على الأمم فجعلك فردا في خير أمة؟ أم يقودك الأورو والسوق الأوروبية والاتحاد الأوروبي؟ من الذي يقودك؟ وإذا قادك قائد، إلى أين يقودك؟ ألا تسأل هذه الأسئلة؟ رسول الله خيرة الخلق الذي كتب الله له العصمة، ومع ذلك يقول الله لا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الله تعالى ثبت نبيا. قامت عائشة في الليل فالتمست موضع النبي فلم تجده، فإذا بالنبي ساجدا في الليل يجأر إلى ربه والدموع قد نزلت فابتلت حصى الأرض، وهي تسمعه يناجي ربه في جوف الليل: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، لا تجعل للدنيا سلطانا على القلب ولا على القوانين الوضعية سلطانا على سلوكي. فقالت عائشة: بأبي أنت وأمي ونفسي لك الفداء، أنت وتخشى على قلبك؟ أنت رسول الله وخير من مشى على الأرض، وتخشى على قلبك أن يتبدل أو يتغجر ويتزلزل؟ قال: يا عائشة، ما من قلب عبد إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن،
يقلبها كيف يشاء. فأنا أسأل الله أن يثبت قلبي على الدين. الله. فسألوا الله يا عمار مسجد الإيمان ويا جميع من يسأله ويسمع ويوصله هذا الكلام، أكثر في كل يوم، اجأر إلى ربك أن يتولى حفظ قلبك من التبديل. اسأل الله أن يثبت دينك وأن لا يجعل للكافرين ولا للدنيا ولا للشهوات ولا للشبهات ولا لمن يحاول أن يصرفك عن الحق أن لا يجعل لهؤلاء على قلبك سبيلا. قف على أبواب قلبك حتى لا ينفذ إليه إلا الله. خل قلبك إلا لله تعالى. الله، هذا رسول الله، هؤلاء أصحاب النبي، هؤلاء الصالحون، بل أنتم أولى منهم ومنا، لأن كثرة الفتن المعروضة على القلوب تجعلكم أكثر احتياطا على قلوبكم. قال رسول الله في حديث الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال الحبيب صلوا على الحبيب: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. اسمعوا كيف علق النبي: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. دينه يبيعه بعرض من الدنيا، زوج أورو، يبيع آخرته بدنياه. فبئست الصفقة وبئست التجارة، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فما ربحت تجارته وما كانوا مهتدين. قايض الباقي بالفاني. يا الله يا الله، ما أقل عقلك وما أحمقك إن كنت تضيع الباقي من أجل الفاني هذا. لو طرحت سؤالا بعد أن علمت أن الواجب الأول يتطلب منك أن تنقذ نفسك من النار، وأصله أن تهتم بقلبك، بقلب، ما هي الوسائل بسرعة حتى لا أطيل التي تضمن لك بعد ضمانة الله تعالى أن تسير على الدرب حتى تصل ناجية. وردت صورة قال فيها الإمام الشافعي رضي الله عنه: لو لم ينزل من القرآن إلا هذه الصورة لكفتهم، وهي صورة العصر. قال تعالى يتحدث إلى كل عبد يريد أن ينجو من الخسار والبوار يوم القيامة والعصر: إن الإنسان لفي خسر. كل الناس، الإنسان كلمة جنس تشمل جميع الدواب التي تدب على الأرض من بني آدم. الله، إن الإنسان لفي خسر. ثم ذكر الشروط الأربعة التي إن وفرها نجا من الخسران يوم القيامة إلا الذين آمنوا. أنتم أهل مسجد الإيمان. الإيمان أولا، لكن الإيمان كيف يمكن أن يتأتى؟ لابد قبل الإيمان من فكر صحيح. ولذلك أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك. فباب الإيمان العلم. فاجعلوا مسجد الإيمان محطة لتسويه الواردين الوافدين عليه بمجالس علمية، تحفيظ القرآن، دروس في كل العلوم. وحينما أقول في كل العلوم، علوم شرعية وعلوم كونية، لأن المسلم لا ينبغي أن يقطع ويعزل نفسه عن الواقع الذي هو فيه، لأن المسلم كالغيث أينما وقع نفع فهو سينفع هذا. ولا يمكن أن تكون لك أو مكان تحت الشمس ولا تأثير في الواقع بدون علم يا أخي. العلم العلم العلم. وسع عمر الصفر تحدث في البداية عن فوائد ما يسمى بفتوحات علوم التكنولوجيا، فأصبح المسلم يخاطب العالم وهو في بيته عبر وسائل الاتصال الحديثة التي حولت العالم إلى ما يشبه الزقاق الصغير. ما زيش تكلفش، هذا بدأت تخص المحاضرات.
ولكن العلم الصحيح يؤدي إلى الإيمان، لأن العلم الصحيح ينبثق منه نور ثم يسطر على القلب فتتحول إلى عقيدة، الفكرة تتحول إلى عقيدة، الثقافة تتحول إلى إيمان. ثم قال: وعاملوا الصالحات. فإن كانت الفكرة سليمة والإيمان صحيح، أي لك نور تمشي به وهو الفكر، وقلب فيه طاقة إيمان، فستتحرك في طريق الله بالعمل الصالح. فالجوارح ستأتمر بأمر القلب، فالقلب أوامر أمير الجوارح، فما يأمر القلب الجوارح تأتمر الجوارح بأمره. فإن امتلئ القلب بالإيمان لا يأمر الجوارح إلا بما يأمرهم به منهاج الإيمان، العمل الصالح. ثم: وتواصوا بالحق، الدعوة إلى الله بينكم. ثم: تواصوا بالصبر، أي الاستمرار على الدعوة حتى تلقوا ربكم. الله! إيمان وعمل صالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. أغلق الملف الأول والواجب الأول، أن تفوز بالجنة وتنجو من النار، باش أن تخلي قلبك لله، باش بمنهاج الله، إيمان، عمل صالح، تواصي بالحق، تواصي بالصبر. واضحة الفكرة؟ واضحة. هذا مشروع، هذه كلمات هي مشروع، مشروعكم، مشروعكم، مشروع علمي، مشروع إيماني، مشروع عمل، مشروع تواص، مشروع صبر. خمس مشاريع. الواجب الثاني: إن المسلم لا ينبغي أن يكون أنانيا في مسألة الإيمان، فكما أن الله تعالى قال له: قوا أنفسكم من النار، قال: ذاك لا يكفي، عليك أن تقي نفسك وأهلك من النار. الواجب الثاني: قوا أنفسكم وأهليكم. أنتم في الغرب أولى الناس اهتماما بالأولاد، بتربية الأولاد التربية الصالحة، لأننا سنموت ونسلم راية الدين في هذه الأرض إلى أولادنا وأحفادنا وأحفاد أحفادنا. فإذا رحنا إلى ربنا رحنا مطمئنين، لأننا قمنا بما أوجب الله علينا. تربية الأولاد وتربية الأبناء إنما تبدأ إن شاء الله تعالى بالخطوة الأولى. أما الخطوة الأولى وهي الزوجة الصالحة عند الزواج، يا شباب أوروبا، يا أيها الشباب الغير متزوج، لا يكونن ولا تكونن الشهوة هي مطلوبك عند اختيار المرأة. فمنهاج الله ومنهاج رسول الله للنجاة يأمرك أن تختار ذات الدين. فلقد رأيت في أوروبا نساء حكمن على أزواجهم بتهمة التطرف، ووجدت في جنوب فرنسا في مسجد لا أسميه رجل ينام في المسجد، طردته زوجته عندما اتهمته عند الجهات المختصة بالإرهاب. ورأيت نساء تركن الأزواج في سن متأخرة، الحاجة تركت زوجها وتزوجت بلجيكي. الله! ورأيت فتاة حملت من الزنا وأبوها من المحافظين، فلما وصله الخبر ورأى بطن ابنته ينتفخ وافتضح الأمر، أسرعت الفتاة إلى القاضي لتتهم أن الذي كان وراء هذا الحمل هو أبوها. فلما جاءته الاستدعاء ألقى نفسه في النهر فانتحر. الله! كم سمعت أذناي من مثل شكاوي أبنائنا في الخارج مما يصيبهم من جراء سوء الاختيار. قيل للأذنين: أنتما العضوان الوحيدان اللذان لا تنموان ولا تكبران، ما السر؟ قال:
من كثرة الأهوال التي أسمع عند انشقاق فجر كل يوم جديد. أسر مشتتة مفككة قالت إحدى الإيطاليات الحاقدات على الإسلام، تفهم الإسلام أحسن منها، حينما كان بعض المتطرفين يتحدثون عن الإسلام بطريقتهم لا بشرع الله، ضحكت وقالت: هؤلاء الهمج هم الذين ينفرون الناس من الدين، ولكن أنا أرى أن الإسلام سينتشر في أوروبا ليس بالمسلمين المتواجدين، لا بما بالنظام الأسري، وهو نقطة قوة عندهم، لأن الغرب يعيش تفككا مهولا. فليكورس 85% من الولادات لا يعرفون أبا ولا أما. في فرنسا 2007 أول سنة يرتفع فيها عدد الولادات الغير الشرعية فيفوق النصف، 51% من الولادات في فرنسا لا يعرفون ممن جاءوا. الله، نقطة قوة المسلمين في النظام الاجتماعي. لقد دمعت عينا شباب أمريكا حينما خاطبهم ابن عمي المتواجد في باريس أنهم يعيشون في جماعات، فيعرف الولد حق والديه وتعرف الزوجة حق زوجها، فيعيش الأولاد في ظروف ملائمة ينمون مستقرين نفسيا. فبكوا وقالوا: هذا الواقع هو جنة في الأرض وددنا أن نعيشها ولو لحظة قبل أن ننتقل إلى دار البقاء. الله، المرأة 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 المرأة، إن كنت تريد أن تنجب الأولاد الصالحين، المرأة الصالحة، المرأة الصالحة، اهتموا يا مسجد الإيمان بالاهتمام بالفتيات تعليما وتربية وتدريسا، اهتموا بالنساء. لقد مضى زمان إغلاق البيت على المرأة. قالت لي في ألمانيا إحدى الأخوات المتدينات وقد خطبها سوداني أسود، فرفض أبوها أن يزوجها بدعوى أن الخاطب أسود. قالت: قل له إما أن أتزوج وإما أن أتزوج على رغم أنفه، فليحفظ كرامته فهو أبي. فلما سمع ذلك كان عاقلا فانقاد وتزوجها المسلم السوداني. باقي شي واحد اللي في معصب أوروبا؟ باقي شي واحد؟ يا أخ الإسلام، الإقناع الإقناع خاطب عقول الناس، الإقناع الإقناع. سياسة التربية بالعصر مرفوضة شرعا، مرفوضة مرفوضة مرفوضة. سياسة الدكتاتورية في البيوت سياسة أكل عليها الدهن وشرب، وأنتم ترون ما جنينا منها، فرار للفتيات من البيوت، خدن في الليل والنهار. لا يا أخي، كن حنوا حنونا على ابنتك، حاورها، كن قدوة لها، تقرب منها. أحد إخواننا وزوجته يعملان في مجال التربية الأسرية، وزوجته تهتم بالفتيات، فتأتي الفتيات لكي تفرغ ما في أجوافهن مما يعيشن في البيوت. لماذا؟ فتحت صدرها لهم وصارت تمسح على رؤوسهم. قالنا قلنا لها: والله ما اقتربنا في حياتنا من أمنا ولا أبينا، ولا قبلتنا الأم ولا الأب في البيت أبدا. فذكرت قصة الأقرع بن حابس لما رأى النبي يقبل الحسن والحسين، قال: أتقبل الحسن والحسين؟ تقبل أبناءك يا رسول الله؟ قال: وأنت لا تقبلهم؟ قال: لا، أنا غير أدخل يا حرب. قال: وما أملك لك
إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك، إذا لم يجد البنات والأولاد الحضن فإنهم سيبحثون عن الحضن خارج البيت. الله الله الله، عودوا إلى كيفية تعامل النبي في البيت مع الأولاد والزوجة. درسوا لهم كيفية تصرفات النبي مع بناته، مع أولاده، مع زوجاته. الحديث ذو شجون ويمكن أن يأخذ منا وقتا طويلا، لكنني أؤكد على أن التربية بالقدوة بعد اختيار الزوجة الصالحة أولا، ثانيا الاهتمام بحسن المعاملة في البيت، فخيركم خيركم لأهله، وخير الناس أرحمهم بأولاده. ثالثا أن يقترب من أولاده كلما كبروا لكي يطلع على مشاكلهم ويفتح له صدره حتى يجد عنده الملجأ الآمن الذي يطمئنون للفيء إليه. رابعا أن يعلمهم العربية ويكون اللسان الذي يتحدث به في البيت العربية. خامسا المساجد، خذوهم للمساجد. سادسا يكفيكم من كثرة التسول لبناء المساجد، وخاصة إذا كانت المساجد المقصود منها مساجد ضرار. يختلف المسلمون في مسجد فتقوم طائفة أخرى على عينك، سأبني مسجد آخر. يا أخي أين مدارسكم؟ ضيق عليكم في الحجاب، لماذا لا تستثمرون أموالكم في افتتاح مدارس تخضع لمناهج التربية الفرنسية ويدرس فيها العربية والكه كمؤسسة ابن رشد؟ لماذا لا تنفق الأموال في مسألة التمدرس، فتح مدارس، ثانويات، جامعات؟ لماذا لا يستثمر المال في الإعلام الذي يصحح صورة المسلمين في الغرب تجاه هؤلاء؟ نحن نحتاج إلى إعلام، نحتاج إلى مدارس جنبا إلى جنب مع المساجد. إن التضخم في جهة يكون على حساب الجهات الأخرى. الإسلام دين شامل، فإن كنتم ممن يصب الجهود في سلة واحدة سيملأ سلة وتبقى السلل الأخرى فارغة. فإذا بقيت سلل أخرى فارغة ملأها أعداء المشروع الإسلامي بما يشاءون. هذه الثانية. الثالثة، قبل أن أنهي الخطبة الأولى، الثالثة واجبكم تجاه مجتمع المسلمين بناتكم. سأركز على أربع نقاط احفظوها. مشروعك داخل مجتمع المسلمين أربع. أولا تجمع لا فرقة، عقل عليها، تجمع لا فرقة، تجاوز عن كثير من الاختلافات الفقهية في الفروع، فالأصول تجمعكم، والنصوص القطعية، الدلالة القطعية الورود تجمعكم، والغاية توحدكم، والمنطلق والمرجعية يوحدكم. نبيكم واحد، قبلتكم واحدة، دينكم واحد، أهدافكم واحدة، مشروعكم واحد. فقد تبقى الوسائل، والنظر إلى الوسائل لتحقيق الغايات ينظر إليها كل من منظار. فتجاوزوا تجاوزوا، اجتمعوا اجتمعوا. فإن سيدنا موسى خلف هارون على قومه حينما ذهب ليناجي ربه، فإذا ببني إسرائيل يعبدون العجلة ويتركون التوحيد، فأخذ برأسه ولحيته يجره إليه، قال يا ابن أم لماذا لم تأتمر بأمري؟ لماذا تركت هؤلاء يتركون التوحيد ويقرون بعبودية العجل؟ قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، لأن يظلوا مجتمعين على عبادة العجل حتى ترجع لكي ننظر في الكيفية لإصلاح أمر عقدي. خير من أن أنهاهم في غيابك عن عبادة العجل فيتشتتوا، فإن تشتتوا كانت الخطوة الأعظم الأصعب كيفية جمعهم. جمعوا، فالجماعة أصل،
وأحباب الله هم من يسعى لجمع الكلمة، وأحباب إبليس هو من يسعى في الأرض لتفتيت جماعة المسلمين. عرفتوا هذا عظم نعمة في الجماعة؟ أنعى على بعض الجمعيات والحركات التي تهتم بالمظاهر والأشكال، ديدنها أن تعيب على المسلمين قراءة القرآن جماعة وبدعية رفع اليدين عند الدعاء. هذا دينكم في الغرب؟ هذا ما دينكم؟ تركتم الناس تنهش فيهم المادية، وجئتم إلى المساجد لكي تفتنوها وتفتتوها وتفرقوها. أية خدمة تقومون؟ ولأي مصلحة تعملون؟ أفيقوا يا من يدعي الفهم السليم للسلف. ما هذا أبدا سلوك السلف؟ تجمع لا فرقة. الثاني محبة لا عداوة. الحب في الله من أوثق عرى الإيمان. أن نتحاب في الله، الحب في الله والبغض في الله. فمن أحب لله في الحديث الصحيح، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، وأنكح لله، أي زوج ابنته يريد أن يبني أسرة إسلامية لا طمعا في صداقها ولا رفعا لخسيسته، فذلك من أوثق عرى الإيمان. الله محبة يا أخي. حاربوا هؤلاء بمحبتهم في الله. قال أحدهم: أنا أتصف بثلاث صفات، من لم يعلمها إني يمكن أن يكرهني. أولا، أنا أحب الخير لكل المسلمين. ثانيا، أنا أكره السوء لكل مسلم. ثالثا، ومن أبغضني أو أضرني فلن يسمع مني كلمة سوء تؤذيه أبدا. الله، فليكن منهاجك داخل الأسرة الإسلامية أن تفرح بتوبة التائب، وأن تدعو للمدبر، وأن تعين المحسن، كما قال أبو بكر الصديق. وقال ابن عباس: ثلاث في لو كنت تعرفها ما سببتني وقد سبه رجل. أما الأولى ما مررت على آية وفهمت منها الذي أفهم، إلا وددت أن كل من يمر منها إلا ويفهم ما أفهم. علم شاع. ثانيا، أنا ما سقطت قطرة من المطر في أي أرض إلا أفرح، حتى ولو لم يأتينا منها أي شيء. كان الناس يحملون قلوبا تشع بياضا على كل المسلمين، وذلك قال تعالى: إلا من أتى بقلب سليم. النجاة يوم القيامة بسلامة القلوب لا بكثرة العبادات. الثالثة، تجمع لا فرقة، محبة لا بغضاء، تعاون لا تنافر. التعاون على الخير، وتعاون على البر والتقوى. لقد رأيت بعض الجماعات الإسلامية في البلاد التي زرتها همهم ليس التعاون على الخير. إن كان الخير يأتي على أيديهم فبها ونعمة، وإن رأوا أن الخير يأتي على غيرهم أبطلوه وحاربوه، فوجهوا سهامهم إلى إخوانهم فأعطوا صورة مشوهة. كان معارك في المساجد أخونا، حتى دخلوا في بلجيكا بالكلاب إلى المسجد. فلما احتج أهل المسجد: لماذا تدخلون الكلب إلى المسجد؟ قالوا: لأن الكلب لم يصنع ما صنعتم في المسجد. خرجوا البعض البعض لمس. أرجو تفهموا لي. Excusez-moi parce que je ne parle pas bien le français. أخرج بعض المسلمين للبعض في المسجد السكاكين، ولو وجدوا السلاح الآخر لعنطروا بعضهم بعضا رصاصا داخل المسجد. فنحن غادي. وأما الرابعة، تنظيم لا فوضى. تنظيم أعمالكم، جمعيات، مؤسسات، هذه كيسموها العلماء الاجتماع،
توطين الأعمال الإسلامية عبر إنشاء المؤسسات. هذه المؤسسة اللي كتكلم عليها نتاع منظمات الإسلامية، وهذه المؤتمرات اللي تكلم عليها الأخ السنوية، توطين العمل عن طريق المؤسسات، مؤسسات نساء، مؤسسات أطفال، مؤسسات شباب، مؤسسات أندية رياضية، مؤسسات الشباب خصيص عندنا كل شيء. عندنا البيسين تاع النساء، عندنا الأندية الرياضية ديال الأطفال، عندنا كل شيء. ينبغي للمسلم أن يجد ما يلبي رغباته، لأن الإسلام دين شامل، ولأن البدائل هي المطلوبة يا أخي. حرام 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 حرام. الإسلام ما فيش حرام حرام، الإسلام فيه ضوابط، ضوابط. أتحرم شيئا لم يحرمه الله؟ الله يقول في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ نحن حينما نحرم أمور نحرمها ليس لذاتها ولكن لما يقع فيها. فحينما نحرم مثلا الذهاب إلى الشواطئ، ليس الذهاب إلى الشاطئ في حد ذاته والعرب، لا، الترفيه هو من هذا الدين. وساعة ساعة قالها النبي لحنظلة، ولكن الحرام ما يقع هناك من تبرج وعري وكل ما تروح. هذه ثلاث واجبات: أنقذ نفسك من النار، مشروعك قلب مؤمن، وسيلتك والعصر، مش الأخ اللي ترجمني. ثانيا إنقاذ أبنائك من النار، زوجة صالحة يحسن اختيارها، ثم التعامل النبوي في البيت فتعلموه مع الزوجة والأولاد والآباء. أما الثالث واجبك مع إخوانك المسلمين، أربع وظائف: جماعة لا فرقة مشروع، حب لا تباغض مشروع، تعاون لا تنافر مشروع، تنظيم لا فوضى مشروع. وصلى الله على الحبيب. الحمد لك رب من السماوات والأرضين. بسم الله، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، صلى الله على حبيبنا محمد. أما بعد، يا معاشر أحباب رسول الله، الواجب الخامس ليعيش المسلم عن بينة، أو للرابع ليعيش المسلم عن بينة، واجبه نحو البلد الذي يعيش فيه. دعونا من كلام الجاليات. جالية أنتم لستم جاليات، أنتم مواطنون فرنسيون، يحكمكم قانون فرنسا، لكم حقوق المواطنة كاملا، وعليكم واجبات الفرنسيين كاملة. دعونا من مسألة الاندماج، الانتغراسيون، نحن نندمج في المجتمع لخدمته ومع الحفاظ على ثوابتنا. كلام قيل قديما، فلماذا إضاعة الوقت في مسألة الاندماج الاندماج الاندماج؟ أنا أقول لك في هذه النقطة ما يراه الشرع. لا إله إلا الله. دعونا من أولئك الذين أسمعهم في بعض القنوات يقولون كلاما مضحكا لا يقنع حتى الحمقى. أموال هؤلاء حلال، أموالهم حلال، تسرق. أشار عليك الدين أن تسرق، أشار عليك الدين أن تخون الأمانة. قمنا مصحب الشوماج اللي يخدموا في النوار، وكي وقع فرأي أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ماشي وحدين يقول ونساءهم حتى هم احلى، تقول لك اللي قاتل معاهم في معركة ذات سلاسل هو جاي حاري واستقبله وعطاه الكواغط ولا غول. ايش
راهي تقول اوليدي اش راهي تقول؟ وهما كيركزوا على هذا باش يشوهوا الاسلام، يجيبوا هاد الناس هما اللي يجيبوهم للاعلام لتشويه الاسلام. يقول شو المسلمين جاوا غير يخدعوا، جاوا غير يخونوا، جاوا غير يستغلوا. شنو هذا؟ ماشي شي مواطنين نشكوا فيهم. ولذلك الاسلاموفوبيا هو شعار يرفعه اليمين الذي يعرف نجاحات متزايده. انتم عرفتم ان قضيه الحجاب كانت قضيه وفتح النقاب والحديث حول صلاه المسلمين خارج المسجد، وامريكا رفع فيها احدهم شعار اوقفوا اسلمت امريكا، والمقابر تتعرض لتدنيسها بالصليب المعقوف، وهجوم على المساجد في كورسيكا، مسائل 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 في سويسرا الآذان ورفع هذه الصوامع، قوانين قوانين ستأتي. كيف نتعامل نحن؟ الله كيف نتعامل؟ أنا أيسر لك الأمر. أولا الغرب ليس واحد، الغرب أقسمه لك قسمين، النظام المتحكم دول، هذا النظام، هؤلاء يعملون بمشروع ما عندك ما تغير فيه، مشروع غربي. شكون يعاونهم؟ الصليبيون. شكون يعاونهم؟ بعض الناس الذين يحملون هذا الفكر، وهم قلة قليلة في الغرب المسيطرة على الإعلام، على المال، على مراكز القرار. هذو غادي يبقاو يفتنوكم دائما، دائما غادي يبقاو يهضروكم على هالشيء. هؤلاء كيف تتعامل معهم؟ لا تضيع وقتك، لا تلتفت إليهم، واعرض عن الجاهلين، سيكفيك الله المستهزئين. لا تضيع وقتك، اتجه إلى الشعب، اتجه بمشروعك إلى الشعب الذي لا يعرف شيئا عن الإسلام، إنما يأخذ صورة الإسلام عن الصورة التي يروجها الإعلام الصهيوني عن المسلمين. اسمه المسلم هو اللي عنده الزيرو والكش كبيرة والبترول وعطيها للنساء. هذه صورته عنكم. حاولوا بربكم أن تزيحوا هذه الصورة من عقولهم. بس حاجة واحدة، لازم هي الحاجة، بتطبيق دينكم كما يحب الله. فين سيبها؟ في قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم، مش غير هذا رزقك لكم، مش غير هذا رزقك لكم كاع راكم خلاف، ولم يخرجوكم من دياركم، واش بغيتوا؟ ان تبروهم. الله، وان تقسطوا اليه، ان الله يحبكم اذا كنتم مقسطين هنا، يحبكم، يحبكم اذا التزمتم ببره. هذه كلمه بر فيها كل انواع المعروف، والبر كلمه تشير الى اعظم عباده بعد توحيد الله، وهي بر الاباء، ان اشكر لي ولوالديك. يعني ان البر الذي تصرفه لاكثر الناس حقا عليك وهم اباؤك صرفه اليهم. حسن الجوار، الاكرام. واحد راه عادي يسقسي: ابداه بالسلام؟ واحد مازال كيقول له: إذا التقيت مع الكافر، اسمه الكافر، مش يقول له نحن أمة رسالة وهم أمة دعوة، حتى الكافر ما تقولهاش، قل هم أمة دعوة ونحن أمة رسالة، نحن أصحاب الرسالة وهذيك أمة دعوة، احنا ربي صفتنا هنايا باش نكونوا نعطيو الصورة الحقيقية نتاع المسلم اللي ربي جعله رحمة للعالمين. يخسوا يستشعرون وهم يتعاملون معنا بحسن الخلق. فلقد دخلت بعض الدول في أوروبا وفي روسيا إلى الإسلام، ليس عن طريق الدعوات الدعاة والخطباء بحالي، إنما عن طريق التجار بالمعاملة الطيبة والصدق. فالتاجر الصدوق الأمين، ها التجار، ها التجار اللي في أوروبا، ها التجار، ها التجار، يا التجار دوركم، دوركم أن تربحوا، ربح مع راسك، ولكن تجارة متقونة حلال يعرف ضوابطها. يا التجار دخلوا إلى الإسلام عن طريق التجار. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. تسامح يا أخي، السماح، من قلت كلمة السماح، السماح في المعاملة، السماح. الله،
فليلمسوا فيكم خلق الإسلام. فنبيكم صلوا عليه كان اليهودي يضع له الشوك في الطريق، فلما نام ابنه على فراش المرض لم يجد غضاضة في أن يزوره ثم يدعوه إلى الإسلام. فلما استجاب الغلام للإسلام تهلل وجه النبي فرحا كأنما الشمس تجري في وجهه، وهو يقول الكلمة التي سار بذكرها الركبان: الحمد لله الذي أنقذ بي نسمة من النار. فإذا أنقذتم أنفسكم من النار بتحقيق الهدف الأول والثاني والثالث، كنتم أهلا لكي تنقذوهم من النار بأن تصححوا صورة الإسلام المشوهة على الإسلام بتصرفاتكم أعمالكم. بر، صدق، أمانة، جوار، حسن جوار، والكلام طويل. أما الخامسة، الواجب الخامس، وهو واجبك نحو أمة محمد وقضايا الأمة. انتفضت الشعوب في الدول العربية ضد حكم الاستبداد الذي عطل مسيرة التنمية عندنا في العالم العربي، وقد كتموا أنفاسنا قرونا طويلة. فانتفض الشعب، وكان وقود هذه الانتفاضة البعزيزي التونسي. فاشتعلت نيران هذه الطبقات المتراكمة على قلوب الناس من غيظ على أن جرد المسلمون من التأثير في الحياة، لما ألغوا أمة بأكملها وصارت مختزلة في الزعيم. قالها الزعيم، قالها الزعيم، قالها الزعيم، ولا أمة، بقت أمة. النبي الذي ويد بالوحي يقول ربي وشاورهم في الأمر. النبي كان يستشير الصحابة، أشير عليه وينزل عليهم. فإن أعظم ما ابتليت به الأمة الاستبداد. فانتفضت الأمة لكي تثور على الاستبداد وتحرر وتحقق الأهداف الأربعة: الحرية، الكرامة، العدالة، استقلال القرار السياسي. وهي مستمرة الحمد لله، وستحقق إن شاء الله، إن لم تحقق كل الأهداف فستحقق أغلبيتها بإذن الله وبصبر الشباب وبانتفاضة الشباب. وأنا أقول وعلى رأس هذه القضايا قضية فلسطين. وأنا أعرف أن الكثير من إخواننا في ليل يتصلون بالجمعيات التي تدعم ثبات إخواننا في غزة، فأسهم ما يسمى بكفالة يتيم، هي إن شاء الله تعالى من الأعمال التي ستبقى للعبد بعد موته. أنا وكافل اليتيم كهذين في الجنة. فعليكم ألا تنسوا حظ أمتكم من أعمالكم، من فكركم، من جهودكم، من مشاريعكم، فلتكن في جدول أعمال الجمعيات وفي كل المؤتمرات. إنهم رأس الحربة في الدفاع عن مشروع الأمة، ينوبون عن الأمة في الدفاع عن بيت الأقصى. فالأقصى ليس ملكهم، وفلسطين ليست ملكهم، هي وقف على أمة رسول الله، هي آية في كتاب الله. أخيرا أقول للجمعية التي أنشئت في المغرب وخاطبتني في الأسبوع وحملتني أمانة أن أقول ذلك على منبر رسول الله، وأخبرتهم أنني لن أكون في المغرب ولن أتواجد في مدينة وجدة هذا الأسبوع، لكنني تحملت أمانة أن أذكرها ولو بعيدا، لأنها ستنشر عبر المواقع. فالجمعية وجبهة المغربية التي أسست للدفاع عن ضحايا المحاكمات الظالمة عبر قانون الإرهاب، والتي يوجد بموجبها الكثير الكثير من المظلومين لحد الآن، واستثنوا من قرار العفو الأخير، نثمن هذه الخطوة ونقف معكم كخطباء. فالوقوف مع المظلوم واجب، وأيما عبد له وسيلة يمكن أن يستعملها لنصرة مظلوم ولم يفعل خذله الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. نحن معكم، وسنصرخ حتى يطلق
ولو أني أقولها من مدينة ليل في شمال فرنسا. نحن معكم. قد قال أحد الملتحين الذين خرجوا من السجن: والله لقد تركت من ورائي في السجن أقواما يستعظمون قتل النملة، فكيف يتهمون بسفك دم الإنسان الذي يقول الله فيه: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد فكأنما قتل الناس جميعا. المسلم لا يسفك دم، يستعظم أن يسفك دم بعوضة. واحد السيد عندنا كان غادي في الطريق تاع سيدي يحيى فوجدة في الكاميو، شو المسلم عنده اللحية، ففوجئ بشاة تقطع الطريق. شاة إلا دخل فيها هي فيها الهي، فقام وكان يجي فقام يجانب حتى لا يصيبها، فلما أسرع واسمه ده ضرب الشجرة مات وعاشت الشاة. شو المسلم مات وعاشت الشاة. هذا هو المسلمين. أنا نموت باش تعيش أنت، أنا نضحي باش تعيش أنت، أنا أرفع روحي على كفي لكي تعيش أنت وتطمئن أنت وتهتدي أنت. هذا المسلم. فخير الناس أنفع الناس، الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. دخل رجل الجنة في شوك وجده على الطريق فقال: سأسحب الشوك من الطريق لأنه يؤذي المسلمين. فأعطاه الله بكل مسلم حسنة فثقلت موازين حسناته فدخل الجنة. ودخلت امرأة بغي الجنة، ليس في إنسان أكرمت وفادته، في كلب وجدته يكاد يأكل الثرى من العطش. قالت: أصابه من العطش ما بلغ بي. فنزعت خفها ونزلت إلى البئر فملأته فسقته، فشكر الله لها وغفر كل سيئاتها وأدخلها الجنة. ودخلت امرأة مسلمة النار، ليس في حبس رجل ولا امرأة، في حبس هرة حبستها، فلا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فهي الآن في جهنم خالدا مخلدا. فكيف بمن يسجن الإنسان ظلما؟ برغى يسجنون. إلى من يهمه الأمر من مدينة ليل إلى المغرب، رسالة منبر رسول الله. إلى من يهمه الأمر: بالله الذي لا إله غيره، الذي حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بيننا، بنبينا الذي أخبرنا أن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يعذبون الناس، بكلام العقلاء، بقرارات جمعيات حقوق الإنسان، بقرارات المواثيق الدولية التي تدافع عن المظلوم. أناشدكم برب العزة الذي سنلقاه يوم القيامة أن تعجلوا بإطلاق سراح المظلومين حتى يجتمع شمل العائلات، وإن فعلتم أسأل الله أن يجمع شملكم، وإن لم تفعلوا أسأل الله أن يتوب عليكم. خمس واجبات هي برنامجكم: إنقاذ النفس من النار، إنقاذ الأهل من النار، مشروع بين المسلمين، مشروع المسلمين مع البلد الذي تعيشون فيه،
وواجباتكم نحو أمتكم الواجبات الخمس. صلى الله على حبيبنا محمد. يا رب كما جمعتنا هذا اليوم في مسجد الإيمان اجمعنا يوم القيامة مع إمام الإيمان حبيبنا رسول الله في جنة رضوان كما جمعت بين الروح والجسد. أفديكم وحضروا قلوبكم استدعوا قلبكم كاين اللي طولت عليه وغار قلبه وراه ديكوتا وراه مزير واجهة السيد جاي يحبسنا. يا أخ لا دار شركم ما حبسناكمش ما تحبستوش راكم في بيت الله راه الملائكة تستغفر لكم راه ملائكة الرحمن معكم. ارفعوا أيديكم واستحضنوا قلوبكم صافي جبتوا قلبكم ما بقاش في الزنقة يلا حضروا إذا استحضرتم قلوبكم فليضع كل حاضر حاجته في قلبه. ضع حاجتك الآن التي تريد أن تقضى. واحد وليدات بغى يصلح ربي راه مكفسي واحد بغى مرتو يصلح ربي واحد بغى تجارته دير الحاجة اللي عندك الآن يا أخي ديرها في قلبك وعيقي فيما عند الله. إذا فكل مسلم في هذه الجمعة فإن النبي الصادق المصدوق أخبرنا أن في الجمعة ساعة لا يصادفها عبد يسأل الله من حوائج الدنيا أو الآخرة إلا قضاها الله له. ارفعوا أيديكم تضرعوا إلى ربكم استحضروا قلوبكم ضعوا حوائجكم الآن الآن في قلبكم لنرفعها إلى من بيده مفاتيح حوائج. يا رب يا رب جئنا من بلاد بعيدة الله نسألك ربي وأنت الحي الكريم تستحي إذا رفع إليك العباد أن تردها صفرا. يا حنان يا منان أسألك باسمك الله الذي لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استفرجت به فرجت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استشفيت به شفيت أن تقضي حوائج اليوم حضور من حضر جمعتنا في مسجد الإيمان وأن تقضي حوائج جميع من يسمعنا الآن في كل أصقاع الدنيا.